متى يؤنث، سألوه بعض أسئلة كعن الرعد وغيره، فلما أجابهم قالوا يا أبا القاسم بقيت واحدة، إما أن نتبعك بعدها أو أن نفارقك. قال وما هي؟ بعد أن أخذ عليهم العهود والمواثيق قالوا من وليك من الملائكة؟ قال ولي من الملائكة جبريل. فقالت اليهود وهم قوم بهت هذا الذي ينزل بالحرب والقتال، إذن نفارقك، لو كان وليك من الملائكة ميكال الذي ينزل بالرحمة والقطر لاتبعناك. فأنزل الله جل وعلا قوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال الطبري رحمه الله أجمعوا أي أهل التفسير على أن هذا الحدث أي الحديث سبب في نزول هذه الآية. بدأت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل من يوم البعث، من يوم المبعث، منذ أن قال له جبريل اقرأ قال ما أنا بقارئ أي لا أجيد القراءة، إلى أن خير صلوات الله وسلامه عليه ما بين الحياة والبقاء والخلود في الدنيا ثم الجنة وما بين لقاء الله ثم الجنة. عبر هذه السنين 23 عاما كان جبريل أعظم مخلوق والى ونصر نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الموالاة من جبريل شهدت صورا عدة نذكر أعظمها وأجلها على الأقل ما يتناسب مع أبيات حسان. حسان يقول وجبريل يفتخر على قريش وجبريل أمين الله فينا وروح القدس، أي من صفاته أنه روح القدس كما أنه أمين لله ليس له كفاء. الراية المحمدية يوم بدر أعظم راية عرفها التاريخ الإنساني، لم تسبق ولن تلحق، كان تحتها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وسيد الملائكة جبريل عليه السلام وسيد آل البيت حمزة وعلي وسيد المهاجرين أبو بكر وعمر وسيد الأنصار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذه الراية البدرية كان جبريل يتقدمها، وهذا من أعظم موالاة جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولئن كانت هذه الموالاة أخذت صبغة عسكرية فقد أخذت أحيانا صبغة تعليمية، فإن أول فرض صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه فرض من الصلوات الخمس كانت صلاة الظهر، وكان ذلك قبل بعد الليلة التي أسري وأعرج بنبينا صلى الله عليه وسلم فيها. فجبريل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، صبيحة ذلك اليوم لم يأتي جبريل، الظهر أتى جبريل فأما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر ثم أمه في العصر ثم في المغرب ثم في العشاء ثم في الفجر. إذن ثمة أشياء في حياتنا لا بد فيها من القدوة، لا بد فيها من التعلم، فالإنسان لا يأتي بالعلم من جيبه، وانقطع الوحي من السماء، وحري بمن أراد أن يبث السنة وينشرها أن يكون ذا زاد علمي ومعرفي ثم ليتق الله جل وعلا في العلم الذي حصل عليه. فجبريل كان معلما لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أصحاب رسول الله يأتون إليه فيسألونه صلوات الله وسلامه عليه ما أحب الأماكن إلى الله، فيقول المساجد، ثم يقولون له فما أبغضها إلى الله؟ فلم يكن ساعتها نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم، فسأل جبريل فأخبره جبريل أنها الأسواق. فهذه موالاة علمية كما كان موقفه يوم بدر موقفا ونصرة عسكرية لنبينا صلى الله عليه وسلم. تأخذ أحيانا طابعا آخر، فنبينا صلى الله عليه وسلم بشر يمرض ويشتد عليه المرض حتى يكون أعظم في الأجر، فيأتي جبريل يرقيه ويقول بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شر يؤذيك. والآن تأمل يا أخي عظيمة حاجتنا إلى ربنا تبارك وتعالى. المريض محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والراقي جبريل عليه السلام سيد الملائكة، مع ذلك يقول جبريل في رقيته لنبينا صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك والله يشفيك، فأسند الشفاء إلى رب العزة. فكأن جبريل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ما أنا إلا بشر، ما أنا إلا مخلوق مثلك، لا أملك ضرا ولا نفعا. ونبينا صلى الله عليه وسلم
مع أنه سيد الخلق في حاجة ملحة إلى رحمة ربه. وهنا نقرر أمرا يجب أن يستقر في الأذهان: كل الخلق برهم وفاجرهم فقراء إلى الله، وحاجة الناس إلى ربهم واحدة، إنما استشعار المرء لفقره إلى ربه يختلف. فالإنسان الذي في عرض البحر لا يملك إلا لوحا واحدا ويخشى الغرق ويخاف على نفسه، حاجته إلى الله جل وعلا هي ذات وعين حاجة من هو ماكث في أهله بين عصبته وذويه، الحاجة واحدة، لأن الله جل جلاله قادر على أن ينفع ذلك المرء الذي في البحر بلوحه، وقادر على أن يخذل ذلك المرء الذي بين أهله وعصبته أو جنده أو حشمه، أن يخذله بينهم فلا يملكون له نفعا ولا ضرا ولا تقديما ولا تأخيرا في حياة أو موت. فالحاجة إلى الله واحدة. فإذا كانت الحاجة لله واحدة وفقرنا إلى الله جل وعلا نحن جميعا متلبسون به، وجب أن يكون لدينا عظيم الافتقار لله الواحد القهار مع حسن ظننا بربنا جل وعلا. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. والله يقول يشنع على أولئك الذين يلجؤون إلى الله جل وعلا في الضراء، ثم إذا من الله عليهم بالنعمة وأمنهم مما يخافون انقلب حالهم من عبادة وانقطاع وتبتل إلى أنهم يجعلون كلام الله وراءهم ظهرية. قال الله جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فمن هذا الموقف الذي قام به جبريل مع نبينا صلى الله عليه وسلم يتضح لكل مؤمن عرف الله حقا أننا يجب أن يكون فقرنا وحاجتنا وسؤالنا وإلحاحنا على ربنا وحده تبارك وتعالى دون سواه. وهذا أعظم ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته: قل إنه لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فلنذكر ونحن نتحدث عن جبريل موقفا له مع السيدة الجليلة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خديجة رضي الله عنها وأرضاها أول امرأة دخل قلبها الإيمان، فهي أول من أسلم من هذه الأمة. قالت في أيام الوحي الأولى لرسولنا صلى الله عليه وسلم: أي ابن عم، إذا جاءك صاحبك هذا فأخبرني. فلما جاء جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر خديجة، فقالت خديجة: أي ابن عم، تنادي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاجلس على فخذ الأيمن. فجلس صلوات الله وسلامه عليه على فخذ خديجة، ثم قالت: أتراه؟ قال: نعم. قالت: يا ابن عم قم فاجلس على فخذ الأيسر. فجلس صلى الله عليه وسلم، فقالت له: أتراه؟ قال: نعم. قالت: يا ابن عم تعال فاجلس على حجري. فجلس صلى الله عليه وسلم في حجر زوجته خديجة، فسألته السؤال نفسه: أتراه؟ قال: نعم. هنا نزعت خديجة بنت خويلد خمارها، فقالت له: أتراه؟ قال: لا. لما نزعت خمارها احتجب جبريل، فقالت له: أي ابن عم أثبت، فإنه ملك وليس بشيطان. بهذا نلهي لقاءنا هذا، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى في القريب العاجل نختم أو نبدأ به بإعادة لأبيات حسان، ثم نزدرف من هذا الموقف الذي وقفته خديجة، ونعرج على أسماء ظهرت في شعر حسان، نعلق عليها تعليقا أشبه بما حررناه اليوم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.